اكيد. ويخلينا ناخد على التليفون كابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق الاول الكره الطائره السيدات. يا كابتن حمدي طبعا في البدايه صباح الخير والف مبروك وحاجه مشرفه حقيقه يا فندم. شكرا عليكم، متشكر جدا على الكلام الجميل دوت. الحمد لله يعني الفريق امبارح ادى مباراه قويه جدا وكل اللاعبين كان عندهم اصرار ان هم يحققوا البطوله ويقضوا البطوله لمجلس الاداره اللي بيدعمهم ولجماهيرهم ويثبتوا ان العاب الصالات في النادي الاهلي الحمد لله بخير يعني. علشان اوصل لهذه المرحله زي ما كنت بقول رغم صعوبات كتيره جدا لازم يكون في مجهود. انا عايزه اروح مع حضرتك برضو علشان جمهور الاهلي يبقى سامع ده، الصعوبات اللي واجهت حضراتكم وازاي تم التغلب عليها، هي فتره ما هياش سهله ابدا على الكل، ولكن النادي الاهلي ما اعتقدش ان احنا شعرنا في اي فتره من الفترات ب يعني اختلاف في الاداء او ان هو كان فتره مثلا مش بيلعب بالشكل المرجو، لا بالعكس انتوا دايما كنتوا محافظين على اداء رائع جدا وكمان بيتم تتويجكم ببطولات، فبجد لازم نعرف بحضرتك برضو ازاي ده تم. اتفضل يا فندم. الحقيقه طبعا احنا عارفين ظروف الكورونا يعني كانت مؤثره جدا على الفرق كلها وعلى فرقتنا بالذات طول الموسم، احنا بنلعب تقريبا اغلب المباريات يعني مش كاملين، لازم بالزبط. كل مباراه يبقى في عنصر او عنصرين مش موجود. الحمد لله احنا كنا عاملين حسابنا ان الظروف دي هتتم وكنا مصعدين من الناشئات معانا واعتمدنا ان اكبر قدر من الفريق مع مجموعه الناشئات يبقى موجود لتعويض غياب اي حد، والحمد لله اللعيبه كلها كانت جاهزه الموسم دوت وكله ادى اللي عليه وما حسيناش بغياب اي لاعب. ولو بصينا كل المباريات هنلاقي لازم في غياب في كل مباراه، ولكن الحمد لله المستوى الفني والبدني بتاع اللعيبه كان جاهز طول الموسم وما حسيناش بالغيابات دي خالص يعني الحمد لله. حضرتك كنت دايما حريص كابتن حمدي يكون في يعني البديل دايما الاكثر من رائع لاي لاعب اساسي عندك، يعني يمكن ده حال برضو اكيد رياضات اخرى، ولكن حضرتك كنت دايما حريص تحديدا في الفتره الاخيره لفكره زي ما حضرتك ذكرت يعني كورونا وما كانش في رؤيه واضحه للتشكيل اكيد لاي فريق يعني. اكيد طبعا يعني لازم كل مدير فني في اي لعبه بالذات الالعاب الصالات انه يعمل حسابه الفترة دي لازم يجهز أكتر من بديل ويجهز أكبر قدر من اللعيبة تحسبا لظروف أي إصابة سواء كورونا أو غيرها، لازم كل اللعيبة تبقى جاهزة وكل اللعيبة تبقى على مستوى فني وبدني عالي وجاهز لأي لقاءات، لأن فعلا الموضوع مش سهل خالص في ظل ظروف كورونا يعني بالزبط. الرياضة اختلفت تماما عن الأول، لا لازم أكبر قدر من اللعيبة يبقى جاهز معانا. طب لو هتكلم مع حضرتك ليه البطولات بقى اللي الفريق هيستعد ليها يعني الفترة برضو اللي جاي وحضرتك تطلعنا على ده؟ والله في الفترة القريبة طبعا احنا عندنا كاس مصر ان شاء الله هيبتدي يوم الجمعة الجاي، عندنا مباراة الطيران وبعديها ان شاء الله هيبقى قبل النهائي والنهائي الاسبوع اللي بعده، وطبعا اللعيبة طبعا وده معروف عن النادي الاهلي بيخلص بطولة بيركز في الدفاع الحمد لله بالظبط. هنبتدي من بكرة استعداد بقى لماتشات الكاس، عشان انا يعني قعدت مع اللعيبة واجتمعت امبارح قبل لقاء السيد وكل اللعيبه متعهده ان احنا خلاص الدوري اخذناه نقفل الصفحه دي بقى ونبتدي نركز في الكاس، عشان جمهور الاهلي ما بيقبلش اي حاجه غير البطولات يعني. صحيح صحيح يعني دي حاجه معروفه وكل اللعيبه الحقيقه يعني اكدت واتعهدت ان لازم نحافظ على الثنائيه السنه دي باذن الله. انا بتفق مع حضرتك جدا يعني، وده كان اكبر دليل لما كنا بنتكلم عن كره القدم تحديدا ولسه يعني فايزين بالتاسع لك العشره وهكذا في كل يعني الرياضات، احنا فعلا جمهور عايز دايما بطوله ورا بطوله واحنا ما بنقبلش غير بده. انا بتفق مع حضرتك جدا كابتن حمدي، على كل حال بنبارك لحضرتك مره ثانيه وتحياتنا اكيد للفريق وان شاء الله اللي جاي كمان يكون افضل بشكل كبير جدا. شكرا ليك يا فندم.